السلام عليكم اخواني، اليوم راح نقدم لكم نشرح لكم موقع روسي، موقع جديد. الموقع افتتح منذ 24 يوم، موقع جميل. الموقع يتعامل عملة الروبل الروسية، وهذه الواجهة بتاع الموقع والمعلومات بتاع الموقع. يعني هنا السحوبات التي سحبوها، راح نتوجهوا للتسجيل. لما تجوا تسجلوا تضغطوا على فورم الى ديسكريبشن، اخرج لكم الصفحة، صفحة ديسبين. هنا تعمل الاسم تاعك المستعار اوزر ماين، هنا تعمل ايميل تاعك، وهنا تعمل المود باس تاعك واعادة المود باس، وتخطي كاباتشا تاعك هنا وتم الى التسجيل. سهل، يعني تسجيل سهل. مش راح نروح ندخل حسابي باش نشرح لكم يعني الموقع. راح نتخطى الكاباتشا، والله الكاباتشا هذه يعني إدمان، مشكلة كبيرة هذه الكاباتشا. أحيانا لا تفعل، تضغط ولا تفعل. هذه هي واجهة الموقع، موقع روسي جديد راح نشاركه معكم إن شاء الله. وأنا الموقع هذا راني نعمل فيه وعندي صحوبات فيه وما استثمرش فيه الموقع هذا، ما استثمرش فيه وما يطلبش يعني الاستثمار. يعني هي والله يستحق الاستثمار، يعني لو كان بمبلغ صغير 10 روبل او 20 او 30، لكي انسان يكون سريع شويه مع انه يشتري بهم العصافير ويضخم المدخول تاعو شويه. يعني هذا بدون استثمار راح نتقل شويه في اخواني اسمحوا لي على القطع. نكملوا الفيديو تاعنا. انجو لنا يا هنا عندكم الكونت، هنا عندك الكونت نتاعك، يعني عندك الحساب نتاعك هنا هذيك. يعني هذه السحوبة 5.41 روبل اللي سحبتها من الموقع، وهذا الصوت للشراء، يعني الحاضر هنا، حاضر هنا. عندي 0.18 يوميا اللي راني نربح فيها من غير استثمار، ما استثمرش. يعني هو يعني كي تسجل راح يعطيك هدية عصفور واحد. عندي هنا اسمانة في الأسبوع عندي 1.26 روبل، عندي في الشهر 5.04 روبل، يعني مع هذا العصفور الذي أهداني إياه الموقع. هذا هو الربح نتاعي اليومي، 0.18. لو حبيت تستثمر يعني الموقع صادق سحبت منه، راح نوريكم سحوبات من بعد إن شاء الله. هنا أخي في الثانية اللي يكون هذه، هنا شراء العصافير، راح نطلق ونشوفوا هنا شراء العصافير أخي. هذا هو العصفور الأول الذي أهداه لي الموقع. لما تسجل راح يهديك الموقع عصفور يعمل ب 2000 قطعة للشراء، 2000 قطعة يا إخواني للشراء، و 2000 قطعة هي يعني مقابل بالروبل 20 روبل إخوان. يعني الموقع أهداني 20 روبل، وهذا للشراء 9000 قطعة، 9000 قطعة إخواني هي 90 روبل، وتعود لك الأرباح في اليوم 0.86 روبل أخي. وهذا غير يعمل 25,000 قطعة، يعود عليك ب 2.62 روبل في اليوم، وهو كذلك هذا ب 50,000 قطعة، وهذا ب 100,000 قطعة، وهذا ب 300,000 قطعة، هذا يعود ب 43 روبل في اليوم، هذا يعود ب 12.48 روبل في اليوم، وهو كذلك. هنا يما يعني الطير هذا لما يعني ينتج البيض، هنا تستنتج البيض نتاعو. يعني راح نضغط على ريكورتي، هذا ما عمل العصفور، هذا عمل 1241 بيضة، راح نستخرجهم. نضغط هنا، من بعد نعاود نجي لهنا، نضغط هنا باش شوفوا اخواني، ركز معايا اخي. هنا عندي في الشراء 490، وعندي هنايا
في السحب 136، يعني ماشي 136 روبل، يعني 1.36 روبل. هي 136 هي 1.36 روبل. أخي ركز، يعني لما نظر على سحب البيض راح تولي هنايا، يعني واش تسحب من الأرباح من العصافير راح يروح مباشرة للسحب، يعني في الشراء باقت 490، وهنا كانت 1.36 روبل ولا 1.48 روبل. أخي هذه لما بون دي مايدر دي توجو، هذه يعني لما استعملها يعني خاصة بالمسابقات، يعني لا مونطون لا بون كابتيال كي هنا بياس أنا خاصة بالأقوياء يعني اللي استثمروا ولا يعني بون. الموقع يعطيك إعلانات للضغط، هذا الموقع يتيح لك الإعلانات يا أخي للضغط، هذه هم الإعلانات أخي، هذا الإعلان ب 4.95 نقطة قطعة، هذا الإعلان ب 4.77 قطعة، يعني هذا يعينوك على الآن الأرباح نتاعي يعني أتت من هذا الإعلانات، يعني بسرعة راح تعمل 1 روبل يعني هذا في الإعلانات، يعني في في في, في خلال 15 دقيقة. كومبيتيسيون هذه يعني مسابقات ناخذ إيشانج هنا يا أخي، دوني لا بياس هنا راح تبدل يعني الروب نتاعك، يعني اللي هنا 1.84 روبل للشراء، يعني لقطعة شراء، يعني لازم لك لو يعني لو بدلت يعني 1000 قطعة 1000 قطعة تحولها إلى الشراء، يعني راح يعطيك 10%، يعطيك 10% أخي، تولي لك 1100. هنا لوتري لا هنا أوفر بونيس، هذا البونيس يا أخي كل يوم كل 24 ساعة، هذا البونيس كل 24 ساعة أخي، أنا لدي لازم لي 10 ساعات و14 دقيقة، هذا البونيس كل 24 ساعة أخي، خذ البونيس تاعك، خذ البونيس تاعك ويتحول إلى مبلغ شراء، يتحول إلى مبلغ شراء، وهنا الرفرن، هنا الإحالات نتاعك، هنا الإحالات نتاعك أخي، انفيتي فوزامي اوبتونير، تأخذ 9%، وفي المرتبة الثانية تأخذ 1%، وفي المرتبة الثالثة تأخذ 1% دولار contribution à votre compte pour l'OT، إلى السحب مباشرة، لتسحبها مباشرة، الربح على الإحالات مباشرة إلى السحب، هكذا إخواني، إن شاء الله دوك رحنا نسحب قدامكم، رح نسحب هذا المبلغ 1.48 روبل، 1.48 روبل، إخواني هذه هم السحوبات يعني اللي سحبت منهم. هنا سحبت 1.43 روبل، هنا 1.80 روبل، هنا 1.10 روبل، هنا 1.8 روبل، والآن راح نسحب 1.48 روبل. إخواني لا تنظروا هنا إلى الأورو والروبل والـ USD، هذه يعني غير صحيحة في هذا الـ يعني لما الله أعلم، يعني لما نترجمها إلى اللغة الروسية راح يعطينا هنا بالروبل، الله أعلم، يعني راح نجرب. لما نحاول نسترجمها، لما نسترجم الموقع إلى اللغة الأصلية فننظر هنا يعطينا الأرقام بالروبل، يعني هنا أخي سحبت 1.43 روبل، محفظة الطيار 10/2/2018، 7/2/2018، 3/2/2018، 2/2/2018، عندنا هنا أخي 1.80 1.10، الموقع صادق جدا جدا أخي، صادق جدا، ولا يطلب منك نقاط يا أخي للسحب، ولا يطلب منك الاستثمار للسحب، لو حبيت تستثمر أخي أنت حر في نفسك، يعني لو حبيت تضخم يعني الدخل نتاعك أنت حر في نفسك يا أخي، لو حبيت ما تستثمرش يا أخي أعمل في هذا الموقع واسحب يا أخي، أنا ما استثمرش يا أخي لحد الآن، مازال ما استثمرش، مستحراني حاب نستثمر في هذا الموقع ونعمل فيه، راح نعمل السحب أخي، نسحب على محفظة الطيار، راح نروح للطيار. هذه هي محفظتي في الطيار إخواني، أنا عندي في محفظة الطيار عندي 4.04 روبل، ركز معايا يا أخي، راح نحولها إلى
نضغط على سحب. والسحب تم بنجاح اخواني، هي بالاخضر السحب تم بنجاح 1.48. ها هي اخي 15/2/2018. ها هي اخي، راح نروح المحفظة نتاعي نشوف ال اخواني اسف على التعطيل. المبلغ تم بنجاح، صح تم بنجاح، هي الان 5.50. راح نروح لل الاستوريك نشوف يعني نشوف السحب اخي. ها هو السحب اخي 15 فيفري 2018، 1.46. احنا سحبنا 1.48، وهذه عمولة الموقع. راح نشوف احنا يا اخي 1.46، هذه محفظة يعني الموقع. هذا تاريخ اخي 15 فيفري 2018، 4.4 المبلغ الاجمالي المسحوب. يا اخي مع اثبات السحب اخي الموقع صادق جدا جدا جدا، يعني لو حبيت تستثمر فيه استثمر بلا خوف وتعمل فيه جيد اخي. ان شاء الله تكون يعني فهمت فهمتوا الشرح يعني تكونوا فهمتوا شرح الموقع، والموقع يعني مش واعرف الشرح ولا يعني سهل، الموقع سهل للتعامل مع الموقع يعني مش حاجه يعني الموقع سهل للعمل يعني يعمل بال تشتري العصافير وتقوم بالاستثمار في العصافير، وراح ينتجوا لك يعني البيض وتبيع البيض وراح تربح على وانا اقول لكم ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، وان شاء الله يعني كل ما يكون جديد يعني نقدمه لكم ونشاركه معكم ان شاء الله. هلا هيا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.